السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الأول من دروس الدورة. تكلمنا طبعا في المقدمة أننا سنتناول جانبا نظريا مهما، وأول شيء سنتناوله في هذا الجانب هو قضية مهمة جدا، سؤال ينطرح بكثرة في هذه الأيام، وهو ما أفضل برنامج للتدريس؟ ما أفضل مرجع نعتمد عليه في التدريس؟ ما أفضل إطار مرجعي تدريسي؟ وكذلك أيضا الأستاذ الفلاني يدرس بالطريقة الفلانية فهو أفضل من غيره، والبحث الفلاني يطل علينا بنظرة كذا فهو أفضل من البحث الذي قبله وإلى آخره. هذه السلسلة سلسلة المفاضلات التي لا تنتهي في هذا المجال، أقصد التعليم العربي للناطقين وغيرها، تؤدي إلى حدوث اضطراب في الجو التعليمي. هذا الاضطراب ناتج عن وجود وصايا، يعني بسبب كثرة هذه الأسئلة يعني تمارس علينا وصايا فيما بعد. لابد أن تضع الاختبار وفقا للإطار المرجعي الأوروبي، لابد أن تدرس وفقا لكذا وكذا، نظرية فلان الفلاني، يجب أن تعتمد طريقة الإطار المرجعي الأمريكي. هذه الوصايا تؤدي في النهاية لانعزال المعلمين الجادين، المعلم الجاد الذي يسير في طريقه ويعرف ماذا سيفعل ينعزل تماما عن هذا الجو، لا يريد أن يفيد ويستفيد، ويبدأ بتعليم طلابه في جو منعزل تماما عن هذه المهاترات. ويحل لنا هذه المعضلة الفرق بين الإشكال والمشكلة، يعني القضية أو الموضوع الذي يمثل مشكلة والموضوع الذي يمثل إشكالية. منذ فترة حاولت أن أنظر بشكل سريع في الفرق بين الإشكال والمشكلة بنظرة بحثية، لم أجد إلا الكلام الذي درسناه في مناهج البحث أو الذي قرأناه في مناهج البحث، وهو إلى الآن يناقش في الجامعات ويدرس منذ سنوات طويلة جدا في مناهج البحث العلمي، الفرق بين الإشكال والمشكلة. ولا يوجد إلى يومنا هذا باحث واحد يستطيع أن يضع يده على الفرق بين الإشكال والمشكلة بسبب الكلام الكثير المنطرح في هذه القضية. ولكن وقفت على مفاتيح بسيطة جدا، ولم أيضا دكتور علي حسين يوسف له يعني مفاتيح بسيطة جدا أو مقال إن صح التعبير سماه من المشكل إلى الإشكالية، من المشكل إلى الإشكالية مسيرة مفهوم، وهو أستاذ في دراسات الفلسفية أو دراسات الفلسفية المتعلقة باللغة العربية طبعا. البحث يضع يده على نقاط مهمة نعم، لكنه في النهاية أيضا لم يفصل بين الإشكال والمشكلة. طبعا نحن لو عرفنا الفرق بينهما سنرتاح، خاصة في هذا الجانب، جانب التعليم العربية للناطقين وغيره. تعالوا نرجع إلى المعاجم اللغوية لنعرف التعريف اللغوي للإشكال. ما التعريف اللغوي للإشكال؟ إذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية القديمة لن نجد مصطلح الإشكال أصلا متوافرا بين هذه المعاجم، لن نجد تعريفا دقيقا لهذا المصطلح أصلا، لا ينتشر هذا المصطلح في المعاجم. سنجد مادة الشين والكاف واللام موجودة، وسنجد كلمة مشكل ومشكل، لكن لن نجد الإشكال. وحتى لو وجدناه في المعاجم الحديثة سنجد على استحياء يذكر بمعنى الالتباس التشابه، مأخوذ أيضا من الشين والكاف واللام، لكن لن نجد أبدا مناقشة لغوية للمصطلح الموجود في العصر الحالي الذي نناقشه نحن الآن، نقول إشكالية وكذا، إشكالية كذا، إشكالية كذا. إذن من أين جاء هذا المصطلح؟ نجد أن الدراسات الفرنسية اللغوية أنشئ فيها هذا المصطلح، تربى فيها هذا المصطلح، مصطلح problematic، وليس معناه مشكلة، إنما نشأ هذا المصطلح الذي نحن نقول إشكالية للدلالة على مفهوم معين نحن لا نعرفه، لا نقصده الآن، لا نتكلم به الآن، مع أن المصطلح هو مصطلحهم هم الذين أنشأوه في لغتهم وأرادوا به مفهوما معينا. وهو ماذا؟ الإشكال في اللغة الفرنسية يدل على القضية التي ينظر لها بعدة زوايا، ليس فيها رأي قاطع، وليس فيها
رأي واحد، إنما ينظر إليها من عدة منظورات. هذا يسمى الإشكال عندهم. ثم انتقل هذا الإشكال أو هذا المصطلح إلى اللغة الإنجليزية بنفس المسمى، ومن ثم انتقل إلى العربية فحدثت حدث الاشتباك. وهو ماذا؟ اللغة العربية